يعني ايه يعني ما ينفعش نلعب هنا؟ انا مش فاهم مين ده اللي وقفنا يا عم. وبعدين ما احنا زينا زي اي باندا، المفروض يلعب في المطاعم في الفنادق اي حته. في ايه؟ ما تقفش عليا يا بازو. تهدى يا بازو، خلينا نفهم الراجل. معلش يا صالح، بس عشان فعلا اللي بتقوله مش منطقي، فاشرح لنا يعني ينوبك ثواب. ينوبك ثواب؟ وقتك دلوقتي يا ماجد. يا صالح هات من الاخر، الجواب ده فيه ايه؟ من الاخر؟ لازم عشان انتوا تغنوا هنا اطلع انا تصريح فقرات ترفيهيه للمكان، وانتوا تطلعوا كارنيهات نقابه المهن الموسيقيه، تمام؟ احنا خلصنا من كارنيه النادي عشان يطلع لنا كارنيه روف. طب نلعب فين يعني؟ مش فاهم. دي حركه عملها فيك الواد الهايف اللي جه اتخانق هنا من يومين. اتكلم حد وقوم الدنيا علينا. بس انا وديني ما هسيبه. شفت؟ هطلع التصاريح وهتغني. حليني بقى. ما تفرد وشك انت وهو، انا اللي بقوله بعمله. يلا حد يروح يشوف شادي فين عشان يطلع الليسته الجديده. مين بقى اللي هيقول لشادي على الخبر ده؟ ما هو سايبنا اصلا في الورطه اللي احنا فيها دي. وبعدين على فكره بقى، البنت اللي ماشي معاها شادي هي السبب في كل اللي احنا فيه ده. ممكن تبطل فاتي يا بازو؟ ولا انت بتكلمني على ابو زمك؟ يلا بقول لك ايه؟ تعالى بقى يا ابني، انت بتبني ايدك فيها يا نايت يا كلمني يا ابني. مش شعرك ده بس يا ابني، اشبكوك بقى من جواز العائلات بتاعكوا ده. هو فين شادي اصلا؟ معرفش، هو مش بيت عندك؟ لا ولا بيت في بيتهم. ليه اصحاب غيرنا اصلا؟ اهو اهو جه اهو. انا بدري يا عم الساموراي. ايه؟ فاتني ايه؟ فاتك ان احنا توقفنا بسبب الحمار اللي اتخانقت معاه. كمان بيقول لك لازم تصريح وكرنيهات ورخصه و... لا حلو قوي. بقول لك ايه، هو حسام حسني بيروح الاستوديو الساعه كام؟ واللي تقول عليه احنا موافقين، مش هنقاوح معاك في اي حاجه. والله العظيم يا حسو قلت له ان انت مش فاضي الهبل ده، بس هو برضو اللي اصر يجي. قلت لكم مش هيعمل. بقول لك يا اسطوره، هي دي اللي طلعت معاك في كل البنات بتحبك؟ لا يا حبيبي، دي اللي طلعت معايا في اغنيه نوبادي. بقول لك ايه، عندك كلام للغنوه اللي انت عاوز تعملها؟ اه معايا. غني الغنوه دي محدش يعملها غيري. بجد؟ بجد؟ يعني انت هتوزعينا اغنيه يا حسام يا حسني؟ بص يا بازو، لما اكون شغال مع كل نجوم مصر وعملت اغاني كسرت الدنيا، تفتكر ايه اللي ممكن يحمسني دلوقتي؟ اللي يحمسك انك تشتغل مع ناس مش معروفين وتطلع بيهم ونعمل اغنيه وتكسر الدنيا. ايه ده؟ ده الواد سليمان طلع بيقفل. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.